فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز دفع زكاة المال في شؤون الدعوة المختلفة كطباعة الكتب وتوزيعها؟ لا لا لا، ما يجوز هذا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله عند الجمهور وهو الصحيح أن المراد به الجهاد، أدوات الجهاد من سلاح وإعطاء، مثلا إعطاء المجاهدين الذين ليس لهم راتب، إعطاؤهم ما يستعينون به على الجهاد. نعم، الزكاة محدد مصاريفها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.